مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل فطيرة التفاح مع الشوفان، كتير سهلة وسريعة. يلا روح على الوصفة. تفاح عدد 2 صغير، يعني تفاحتين صغار، عدد 2، واحدة نفرمها الى مكعبات والتانية نبشرها ناعم. رشة ملح لتعزيز النكهات، يعني رشة خفيفة، معلقة صغيرة بيكنج بودر، زنجبيل ربع معلقة صغيرة، قرفة معلقة صغيرة، حليب ربع كوب، حليب أي نوع، نباتي أو حليب عادي ربع كوب، بيضة واحدة، شوفان 1 كوب وربع يعني 125 جرام، مكسرات نصف كوب، أي نوع مكسرات حسب رغبتكم، ممكن جوز لوز أو أي نوع، فانيلا قليل من الفانيلا، والتحلية نوع التحلية والكمية اختياري، أنا وضعت 2 معلقة عسل ولكن هذا التحلية متروك لإلكم. بنخربط المكونات مع بعض وبنسكبها في وعاء، يعني صغير هذا الوعاء تقريبا 20 على 13، أي وعاء متوفر عندكم بالبيت. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 200 درجة مئوية. نوضع الفطيرة في الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة. هذه هي المكونات إذا أنتوا حاجة إلى أخذ صورة. هيك أصبحت جاهزة، يفضل نتركها حتى تبرد تماما قبل التقديم، ولكن أنا حقطعها وهي سخنة، لكن يفضل نتركها تبرد أفضل، بكون تتماسك أكثر تتماسك. خلينا نتذوقها مع بعض. حجم القطعة حسب ذوقكم، يعني ريحتها بتاخد العقل، النكهات كلها خشب بعض، اشي روعة. خلينا نتذوقها. بصراحة كتير هي طعمها روعة ومميز. اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لانه رأيكم كتير بهمني. في امان الله.